شراكم صبا لاباس مساء الخير البنات وشراكم صبا لاباس صحة لاباس ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي ان شاء الله. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم حلوة سهلة واقتصادية صابلي القبة تاع الشيكولا، ديك الشيكولا اللي تجي غشو القبة تجي من فوق بهذا الطابع هذا اللي حنقطعو هكا صغير. المرأة اللي بغاتو هكا دي كوموند تاع مرأة تاع وحدة حبيبتي حبت الكاطو تاع القبه راح نديروا لها هكا صغير. واش نحتاجوا في هذه الوصفه هذه؟ ما مش حندير كميه كبيره غير ليها برك. راح ندير هنا 200 غرام تاع الزبده طريه مارغرين طريه 200 غرام، 200 غرام تاع السكر غلاس، زوج صفار بيض والفارينه. هذا ما كان ما فيهاش بزاف الوصفه. دقيقه دوك نجي هكذا نديرو الزبده تاعنا ساهل صابلي عادي. تحبي كيما دايما نقول لك تحبي تضربيه قرصه ملح باردون سيتها دايما ننسى الملح. تحبي تضربيها بالباتور ولا تحبي تضربيها بيدك كيما دوكا ليامات هادو سخونين ليامات سخانه صافي المارغرين غير خرجيها برا برك بيدك طريه بيدك تخدميها. زمان الشتاء ايه ديري الباتور بصح كيما دوكا غير بيدك وحدها ودوب. درت القبصه تاع الملح هكذا السكر مليح مع الزبده حتى تولي كريمي كيما لي صابلي الاخرين بصح مي ما فيهمش والو. باردون نسيت لافاني سمحوا لي صح رمضان جاي خلاص راني لافاني نديرها هكا نديرو لا حتى غام غير لافاني هذا ما كان نديروها نديرو صابلي عادي تاع هكا البنات. وكنديرو البيض ندير لافاني هكا لافاني سهله الطريقه سهله ماشي بزاف. لاباط تاعنا دوكا بعد ما كملت لايمتها هكذا نديرها في البلاستيك ونديرها في الفريجيدير تريح ساعه ونص ساعتين هكذا ومن بعد نخدمها هكذا. هاي غير بوله صغيره برك بول هكذا نحطها تريح ومن بعد نعاود نولي نخدمها معكم. البنات حطيت العجينه تاعي هنايا العجينه باش راح نفتحها عادي كيما موالف نفتحوها رقيقه ونحلوها بالطابع. هذا مكان انا صورت غير باش نوريكم الموديل هذا مكان ما هذه المراحل رانا درناهم شحال من مره هكذا سهله هكا نكمل نفتحها ونطبعها ونوريلكم هكذا. البنات راح ندير هذا الطابع هذا الصغير قلت لكم هكذايا هكذا نكملهم ونعاود نولي. البنات هكذايا راني درتهم في السنيوه شوفوا ندخلهم للفور درجه الحراره 180 170 نشعلهم غير تحتها برك ومن نعاود نولي معكم. هذا هو المول تاعنا اللي قلت لكم رايحين نديروه هكذا مندور كان يقولوا القبه كان يقولوا الشابو كل واحد واش يقول له. هذه راح نديروا شيكولا بيضان وما مو ساهله نديروا كيما بزاف شحال مره نوريهم لكم هكذايا تعمري وتعمريها هكا بيان بيان لداخل ديريها واحد الطريقه مرتين ولا ثلاثه. والشيكولا ما ديروا لها لا الماء لا الحليب لا والو سورتو هذا السيليكون هذا ما يتنحاش منها لو كان ديري الماء ولا الحليب هكا. تكملي كاع هذه العمليه هكا هكا شوفوا الشيكولا ما ذابتليش مليح علاش نشوف البلايص وين هكذا نشوفوا تبعوا معايا مليح
سهله، طريقه سهله. نديرها دوكا في الكونجيلاتور هكذايا، ومن بعد نعاود لها 3 فوا حتى يشدوا مليح، باش كي نعمرهم ما يطرطقوليش. ومع دوكا راهي سخانه، بدات تولي سخانه، لازم هاد لي كوش هادو نديرهم خشان شويه. لو كان في الشتاء معليش ما يذوبوش، تخدمي فيهم بيدك يذوبوا في زمان السخانه، باسكو اليد ديجا سخونه. كي تزيدي توشيهم باش ما يذوبولكش، ديري الطبقه ديريها خشينه صافي، عاودي واحد 3 فوا حتى ل 4 فوا. هين كي مزيان كان دوكا نديرهم، ندير الطبقه الاولى نديرهم في الكونجيلاتور، ونعاود واحد 3 فوا هما بالخب بالخب، دقيقه دقيقتين برك ينشفوا. هنكملهم ونولي معاكم البنات. دوكا نديروا الحشوه تاع الصابلي تاعنا، ها هو كملناه، شوفوا كيفاش درتو هكذايا. لصقت الزوج، وسهله هذه العمليه هذه نورمالمون. لصقت الزوج ودرت لهم كاوكاو بالنسلي في دب حليب محلى في الطرف، ودرت له كاوكاو هكا ولداخل، باسكو حين عمروه بالكاوكاو. هاي العقده اللي حين عمروه ندير كاوكاو، شويه كاوكاو، شويه حلو الترك، وشويه حليب محلى لا هو، ونعمروهم لداخل. ها من الشوكولا تاعنا البيضة اللي خدمناها، شوفوا كيفاش خدمنا. كاين اللي يقول لهم شابو، كاين اللي يقول لهم قبه، كاين هكا نديروهم. دوك تشوفوا دوك نكملهم واش ندير. ندير شويه كاوكاو هنايا هكذا، معليش لا خصنا نزيدو، نزيد شويه حلو الترك معاهم في الطا هكا بيديا مليح مليح هكذا. البنات بعد ما خلطت الكاوكاو والحلو الترك مليح مليح، نزيد لهم الحليب المحلى هكا هكذا، ونلايمهم هكذا. نديرو عقده نعمرو بها الداخل هكذا، ما تكونش ما تكون جاريه جايه بزاف، ما تكون يابسه ولا لا. نديرهم في حاجه تكون شويه غامقه، تكونش هكذا هي، علاش انا شمخت غير بالشويه هكذا. بنات هاي العقده تاعنا شوفوا كيف درناها، ما جاريه ما يابسه، شويه هكذايا. واش نديرو؟ نحكمو الشوكولاته تاعنا هكا، نسقموها، نحو لها هذاك الزايد كاع منايا هكا، نعمرو شويه فيها، ترفد شويه. بصلا حبيتي تعمريها بزاف عمريها، ما حبيتيش شوفي طلعيهم غير هكذايا، طلعوها غير هكا باش قسمه تلصقنا في الحلوه تاعنا هكذا. شوفوا خلوها شويه هكا باش كي نقلبوها في الحلوه هكذا، لازم تكوني خفيفه باسكو الشيكولا بالخف الدو. ديريها هكا هكذا، دوك نزيد لها انا ديكوراسيون خفيف، نزيد لها شويه شوكولا نواغ من الفوق هكا. راح نديرها هذه الكيسات، حاجه ساهله، صابلي ساهل. نزيد حبه معاكم هكذا، عمروها غير بالعقل، دي فوا تكسر لكم هكذايا. وبداي طلعي فيها قسمه باش تلصق لكم ليه هكا، شوفي طلعيها مليح منا هكذا، طلعيها كاع هكا. نجيبوا الحبه تاع الحلوه تاعنا هكذا كما كتشوفوا، ونحطها هذيك العقده هي اللي تلصقها هكذا، نحطوهم هكذا، نكملهم انا ونولي معكم البنات. واخيرا كملنا الحلوه تاعنا، شوفوا كيفاش جات. هذه طلبيه تاع عمره قلت لكم طلبتها، حبتها، قلت لكم كاين اللي يسميها تاع شابو، كاين اللي يسميها القبه. شوفوا كيفاش تجي، هي تشبه القبه، شوفوا بالكاوكاو معمره الداخل بالحليب محلى والكاوكاو وحلو الترك. هذه هي شوفوا كيفاش زوقتها بالديكور، كلشي بلون في بلون. درت لها هذا الرايس هادو بشيكولا نوار هكذا، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله تشهي. هذه هي، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا مني وفهمتوا كاع الطريقه تاعها. سهله ما فيها والو، هي السهل حلوه بالك، نقول لكم صابلي عادي ما فيه والو. ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساونيش كيما دائما نقول لكم بارطاجيوها مع الحباب اللي تاعهم الفائده، ونزيدوا ان شاء الله تكبر قناتي ان شاء الله بكم كيما عاونتوني في الاول. زيدوا كملوا خيركم وانا راني معكم ان شاء الله. صحيتو، بقاو على خير.